وطريق السعادة، فهيا ننطلق. ما أخي وأخي إليك بعضا منها، والله الذي لا إله إلا هو، إنها حقائق لا كذب ولا افتراء. المأساة الأولى بعنوان خزي وعار. هربت من المدرسة لأنها على موعد مع أحد الغارقين، فلما ركبت سيارته وانطلق حصل لهما حادث، فجاء رجال المرور وطلبوا منه الانتظار حتى ينهوا إجراءات الحادث، فاتصل هذا الشاب بزميل له حتى يأتي ويأخذ الفتاة ويوصلها إلى الشرطة المعروفة عندهم حتى ينتهي من إجراءات الحادث، ثم يطلب وإياها قبل إرجاعها إلى المدرسة. جاء الشاب وليته لم يأتي، ركبت معه، فلما التفتت إليه فإذا هو أخوها. خزي وعار، لا عجب، هي غارقة وهو من الغارقين، لكم تطاول هو على أعراض الناس والآخرين، وكما تدين تدان، والله إنها حقائق لا كذب ولا افتراءات. وقفة مع رجال الهيئة، طلبت من الشباب الذين يعملون في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكتبوا لي بعضا من القصص والمواقف التي مرت بهم من أحوال الفتيات، بكى بعضهم حزنا وألما على واقع بنات المسلمين، وإلى أي درجة من الضياع وصلنا إليه، بل أصبحنا يتطاولن على الدين وأهله. ما درى أن هؤلاء يريدون حفظ عرضها وشرفها. كتب لي أحدهم: كنا نعمل في المكتب الذي يتبع كلية البنات، كنا نلاحظ ونراقب الجهة المقابلة للكلية ونتابع الطالبات اللاتي يحضرن من داخل الحي، لأن اللاتي يخرجن مع الشباب ينزلن هناك ثم يأتين مشيا إلى الكلية. مرة من المرات وجدت زميلي يتحدث مع طالبة ويسألها: من أين أتيت؟ أخذت تحلف وتقسم بالله إنها جاءت من الكلية وليس من الحي، فقلت لزميلي: أمتأكد أنت أنها جاءت من الحي؟ قال: متأكد كما أنك أمامي. قال: حولها إلى المركب وأكمل الإجراءات، أكمل الإجراءات والتعليمات. قال: لقد حلفت وأقسمت وسأتركها من أجل ذلك، والله يتولى أمرنا وأمرها، ومن يكن كاذبا فعليه كذبه، ونحن أصلا لا نريد منها شيئا إلا المحافظة على سمعتها وشرفها من الذئاب. ذهبت الطالبة إلى طالبات يجلسن أمام محلات تجارية مقابل الكلية، وأخذت تقول لهن بأنها أنجمتنا وأسكتتنا وأننا تبلينا عليها واتهمناها ظلما وبهتانا، وأخذت تحرض الطالبات علينا وعلى عدم السكوت لها وعلى عدم مهابتنا. لما وصلنا إلى الرصيف الآخر أنا وصاحبي، إذا بصوت فرح للسيارة من خلفنا، التفتنا فإذا بهذه الطالبة ملقاة على الأرض قد صدمتها السيارة وهي تحاول أن تقطع الطريق. لا أقول لكم أنها ماتت، فأنا لا أعلم، ولكنها أصيبت إصابات خطيرة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم.